صاحب مرسى قدام فندق شيبرت. انا إيه انا مشكلتي تفوجئ تلاقي حاجات. طبعا كان في ثوره بتاع ما هندفع لمين ما فيش فلوس والكلام ده. رحنا دفعنا من 2008 لغايه 2012. فوجئنا 2014 علينا مبلغ عملوا الحته اللي هي فوق دي سيادتك السور ده عملوه 43,000 جنيه في السنه واحنا مراكب شرعيه. بنركب الزبون ب 30، بنركب الزبون ب 20، بنركب الزبون حسب الزبون اللي قدامك. خدت بال سيادتك؟ الحته اللي فوق دي فوجئت لقيتها وزير الزراعه اللي اتحبس ده وجئت لقيت 43,000 جنيه في السنه. طب اجيب منين؟ ما تدفعش تتكرش بره وازالات وبتاع واحنا بنوضب وبنعمل. افوجئ لا انا ادفع 1190 في السنه وجئت لقيتهم 43,000 جنيه عليا 130,000 جنيه. حطوا لي 10,000 جنيه مخالفه عشان ما دفعتش ال 120. طب انا هجيب منين؟ دفعت 30,000 جنيه ومفيش شغل. اجيب منين انا؟ انا رافع قضيه في مجلس الدوله عشان عاملين لي المتر هنا المسطح اللي فوق ده 80 جنيه. بدفع للري 1655. بدفع للحي على الباب 450. وكنا ماشيين حلو. دلوقتي 43 اجيبهم منين انا لوزاره الزراعه والمحافظه؟ المحافظه بتاخد نسبه 10%، الزراعه بتاخد كله. اشتكي لمين واقول لمين عشان يجي ينجدني؟ انا بشغل عندي 12 واحد 13 واحد جايين من الصعيد واللي جاي من بحري ومتغربين. اخصم منهم الفلوس دي؟ مش معقوله. هيسيبوني يمشي؟ مفيش شغل. نبهني قول لي دي كذا كذا. مفيش. افوجئ الاقي الفلوس دي عليا. انا معيش. اجيب منين؟ معكش؟ اطلع بره وما يلزمكش. انا عندي 62 سنه مولود في المرسى دي. 62 سنه مولود هنا. الشغل عندك تاثر بحركه السياحه؟ اه طبعا. مفيش سياحه وضرايب جايه لك وتامينات ومش عارف ايه. اجيب منين انا الناس دي؟ قول لي. الشغل مأثر خالص معانا. ناس جايه من الصعيد وناس جايه من بحري عندي بيشتغلوا عندي 13 و14 راجل. نقفل المرسى ونمشي وبعدين يكرشونا ما يحطوناش في مكان تاني؟ ازاي؟ ده الواحد لو قاعد في ارض 15 سنه تبقى ملك. ده احنا من ايام جدي وابويا. فين الكلام ده؟ ويمشونا انا ازعل اموت لان خدت على المكان ده واتولدت في المكان ده. ازاي تشيلوني عشان رجال الاعمال الحلوين؟ هنعمل ايه بس؟ اشتكي؟ بعت شكاوي للسيسي محدش عبرني. بعت وعلم الوصول وبعت رئيس الوزراء وبعت لكل الوزراء محدش عبرني. محدش رد عليا قال انت بتعمل ايه ولا جت ايه. هو المشكله ان هم عايزين يمشوك من مرسى علشان يعني يحطوا مكانك مراكب سياحيه يشغلوا مغزى شغل اللي انت عارفه. هنقول ايه بقى؟ يعني موتنا احنا والناس الغلابه اللي بتيجي تركب ما تركبش. احنا هنا نضاف وناس نظيفه ومعروفين على مستوى مصر كلها وعلى مستوى وزاره الداخليه والحمد لله. مفيش محاضر بتعمل لنا، مفيش اي حد بيجي عندنا وحش. دور وزاره السياحه في المشكله بتاعتك؟ دور وزاره السياحه المفروض وزاره السياحه انا قدام فندقين اقعد في مراكب قدام برضك عندهم نفس المشكله زيي برضك. دول المفروض كمان يقعدوا في فنادق قدامهم. الفنادق عايزه تاخد الفنادق اللي قدام دي عايزه تاخد المرس، تمشي الناس تاخد المرس عشان يحطوا باخره. هنقول للوساخه والدعاره والكلام ده؟ احنا ناس مسلمين وموحدين بالله. لا يعيشون عيشه حلوه. لو الواحد يموت نفسه احسن بقى. طب دخلك من المراكب بيقضي التكاليف والمصاريف اللي انت مثلا بتدفعها كتصاريح للوزاره والسياحه والناس اللي شغاله معاك حاليا؟ حاليا من ساعه الثوره
كنا شايلين 200,000 جنيه صرفتهم على المراكبيه، ما عنديش. انا معايا 11 وريث ما بياخدوش فلوس اصلا، يعني انا عندي 11 وريث، مرات ابويا الله يرحم ابويا، مراته، واخواتي، خمس بنات وخمس صبيان، وكلهم تعبانين ماديا. يعني ما تصدق ان انا اخر الشهر كل واحد ياخد 1000 والبنت تاخد 500 وكلام ده. دلوقتي مفيش الكلام ده، بقالهم سنه ما بياخدوش، هياكلوا منين ويشربوا منين؟ انا راجل عجزت، هروح اشتغل ايه؟ ما لو في شغل بره هشتغل، بس عاجز اعمل ايه؟ اقول للسيسي الحقني يا سيسي. رسالتي للرئيس السيسي عشان انا انتخبته، المفروض كل حاجه ترجع زي ما كان، اما الدنيا تروق يبقى حلال فحلال، اما تنزل السياحه مش 2013 جايب لي لغايه 2013 2014 و2015 جايب لي 120 وحط كمان 10,000 جنيه غرامه عشان الفلوس دي، بس كنت انا مش قادر اسدد. مالكوش نقابه يا حاج؟ مالناش نقابه. مالناش نقابه. وابويا كان بيقول لهم للمراكبيه تعالى اعمل لكم نقابه. مفيش نقابه يا بيه. تعالوا اعملوا نقابه، كل واحد يدفع 25 جنيه ونعمل نقابه. يعني ما عندكمش اي جهه تدفع الحقوق؟ مفيش اي جهه. امشي يا كلب، كلب يمشي. وضرب على الدماغ من الشرطه ومن الحكومه. حد يقدر يقف قدام الشرطه؟ محدش يقدر يقف قدام الشرطه. وعندي جواب الازاله، حاطين الازاله انا والاربع مراكب مراسي. طب اللي هو يعني ميزات النقل النهري النهري والحاجات اللي زي كده تابعه لوزاره النقل. هل بتاثر عليكم في شغلكم كده؟ لا انا بالنسبه لاتوبيس النهري ما بياثرش عليا. ليه في واحد عائلات وعايزين يكون مركب ما بياثرش عليا. وفي ناس هتعمل مواصلات، شغل مواصلات. انت عارف انا العشر مراكب على قد المراكب. محافظ القاهره عبد الرحيم شحاته الله يرحمه عمل لنا 8 مراكب. طيب والورقه بتاعت العقد بتاع الري، ما هنا اللي تحت ده يحكمه الري، اللي فوق ده يحكمه ايه؟ 3 بنود، الزراعه والمحافظه. واخد بالك اللي فوق دي؟ هل دي هدفع انا 143,000 جنيه في السنه عشان الحته دي؟ والراي بياخد 1655. يعني هل اللي يحصل الكلام ده؟ الراجل اللي اتحبس ده يستاهل الحبس؟ والقرار ده اصلا جاي من رئيس الوزراء اللي مشي. يقولوا له 50%، قال لهم لا خليها 100%، ما هو مش غرمان حاجه. يموت الناس الغلابه. طب شايف ان حادثه غرق مركب الوراق اثر عليكم في الشغل وخلت الحكومه؟ هقول لك صح، اثر. بس اللي ربنا يكرمهم الحكومه كويسه يعني مع الناس. وانت تركب غلط ماشي، تركب غلط تحط لي 30 واحد في لانش، لانش ده واخد 20 18 فرد، اللانش اللي واقف ده الممسوك ده 18 فرد، تحط لي فيه 100، اللانش ده تحط لي 50 هيغرق. احنا ما بنركبش بالنفر اصلا، احنا بشركات سياحيه، ولا الشركات السياحيه شغاله، ولا حتى المصريين معاهم جنيه يركبوا. انت ورزقك يعني، عملنا 80 عملنا 100 جنيه قد يعني الرجاله تاكل بيها في الشبيه، ادي الشغل. طب استنى من فوق من اللي احنا حصل لنا، والفوق حريقه ولانشات ولعت ومراكب ولعت في اثناء الثوره هنا، هنعمل ايه طيب يا باشا؟ ادي العمليه وما احنا قرفنا، يبقى اتمنى الموت دلوقتي قبل بكره. والناس اللي ماتت قبل الثوره ربنا كرمها، الثوره دي جابتنا كتاب، خلت الناس الغلابه هي اللي ماتت. رجال الاعمال اللي شغالين على البحر، رجال الاعمال اللي شغالين على البحر عايزين ياخدوا البحر ويكوشوا على البحر كله. اين انت يا سيسي؟